السلام عليكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، متابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من حلقات برنامجكم عاشر شباب الموسم السادس. اسمحوا لي في البدايه ارحب بزملائي اللي بيشاركوني النهارده في تقديم حلقه اليوم، وهم من طلاب الاكاديميه المصريه للاعلام والتنميه، زميلتي ندى حسين. ازيك يا ندى؟ ازيك يا محمد عامل ايه؟ وزميلتي ساره محسن. ازيك يا ساره؟ ازيك يا محمد. وزميلتي رنيم اسامه. ازيك يا محمد عامل ايه؟ النهارده عندنا يا جماعه فقرات متعدده ومتنوعه، ويمكن من الفقرات المحببه ليا شخصيا. هنتكلم النهارده على فقره مهمه جدا، وهي عن نهائي افريقيا بين الاهلي والزمالك، النهائي المرتقب يوم 27. لا حديث في الشارع المصري والشارع الرياضي بالذات عن هذه المباراه، مباراه من العيار الثقيل بكل ما تحمله الكلمه من معنى، واللي اتكلمنا عنه اكتر زميلتي ندى. اتفضلي يا ندى. فعلا يا محمد، اللقاء بين الاهلي والزمالك الناس كلها منتظرينه، الناس كلها مستنيه بفارغ الصبر، مين اللي هيكسب، اهلي ولا زمالك؟ طب مين هيصد جوان اكتر، الشناوي ولا ابو جبل؟ كلهم مستنيين نتيجه المباراه هتبقى عامله ازاي، وهل الكورونا تاثير ولا ملهاش تاثير؟ طب الجو في الملعب هيبقى عامل ازاي؟ مصر كلها يا بنتي مستنيه الماتش اصلا، كلها مستنيه بفارغ الصبر. يعني وكل ده هنعرفه اكتر النهارده مع المحلل الرياضي استاذ عماد عوض الله. وكمان زي ما لازم نحافظ على الروح الرياضيه ما بين الملعب، كمان لازم نحافظ على ارواحنا واجسامنا، وكل ده هنعرفه النهارده في الفقره الطبيه، وهي فقرتنا عن امراض العيون، ولا ايه رنين؟ صح جدا يا ندى، احنا عندنا فقره مهمه جدا هتتكلم عن نعمه مهمه، وهي نعمه البصر. علشان كده هنتكلم عن امراض العيون، هنتكلم عن تاثير الشتاء على عينينا وعلى اطفالنا، وكمان على كبار السن. هنتكلم كمان عن جفاف العين لانه منتشر جدا في الفتره الاخيره، ولا انت ايه رايك يا ساره؟ طبعا يا رنين، وهنتكلم كمان عن امراض الشبكيه وعن تاثير السمارت فون بشكل جيد. احنا هنتكلم بالزبط. كل حاجه في العين، هنتكلم عن اسبابها، ايه هي اسبابها وطريقه علاجها. بالظبط، هنتكلم عن الشبكيه وعن تاثير السمارت فون، عن شاشات الكمبيوتر، وكمان الالعاب الحديثه وخاصه العاب الفيديو جيمز. وهنتكلم كمان عن طرق والحمايه، وازاي كمان نقدر يعني نحمي اطفالنا وكده. كمان على موسم الشتاء، عشان كده احنا المفروض الحلقه دي من الحلقات المهمه جدا، المفروض الانسان يتابعنا، لان العين اهم حاجه في الانسان عموما. كل ده مع الدكتور شريف ناشد، اخصائي طب وجراحه العيون. بالظبط يا جماعه، انا متحمس النهارده جدا للحلقه، وان شاء الله كلنا متحمسين ان شاء الله الحلقه تكون على اعجاب الساده المشاهدين واستاذ الجمهور. خليني احب اشكر الاعلامي احمد دياب، رئيس الاكاديميه المصريه للاعلام والتنميه، ومذيع برنامج مصر الاصل، على مجهوده معانا، واللي هو اتاح لنا الفرصه ان نكون موجودين معاكم في برنامج عاش الشباب. هو صراحه كان سبب رئيسي بالزبط. ان احنا نبقى موجودين هنا النهارده. بالظبط، اخونا الكبير اللي ادانا الفرصه ان احنا نطلع على التلفزيون ونتكلم ويبقى عندنا الثقه في دي، فاحنا بنشكر استاذ احمد دياب والاكاديميه المصريه للاعلام والتنميه. وخلينا كمان يا جماعه عايزين كمان نشكر ستايلست البرنامج الاستاذ احمد عيد زكي، والاستاذ استاذ عيد زكي، والاستاذ محمد خالد. وخلينا كمان يعني نروح نشوف مع بعض تقرير مهم جدا، وهي فتره سر الاكل، والتقرير هيكون مع مطعم ابو حسين السوري، واللي اجرته زميلتنا سهيله سعيد. تواصلوا معانا على مواقع التواصل الاجتماعي اللي موجوده قدامكم على الشاشه، مستنيين اقتراحاتكم واستفساراتكم، اوعوا تروحوا اي حته. خلينا نشوف التقرير ونرجع لاول فقره زميلتي انا وندى، وعن فقره نهائي افريقيا بين الاهلي والزمالك، واللي هينورنا فيها الاستاذ عماد عوض الله المحلل الرياضي. استنونا، اوعوا تروحوا في اي حته. عاش الشباب اللي بيحمي بروحه بلده. كل أكلة وليها أصلها، ومطعم أبو حسين السوري أصل الأكلات السورية والحلبية، وبيراعي أعلى معايير السلامة الغذائية. محمد مسعد من اليمن، أول مرة أجي على المطعم، ما شاء الله عجبني الطعام اللي هنا، كويس خالص. سلام بقى على شاورماته وسندوتشاته ووجباته ومشوياته ولا سلطاته وتكاته وحركاته. مطعم ابو حسين السوري، توابل وخلطه 100 100. سر التتبيله والخلطه يعني النظافه والاهتمام بالزباين، وبالاول وبالاخر الاكل هو نفسه. سلام على طعم التبوله والتوميه. مطعم ابو حسين الاكل حكايه. اي حد جه مصر يزور ابو الحسين السوري، شارع سليمان جوهر الدقي. مطعم ابو حسين الاكل حكايه. مطعم ابو حسين السوري، طعمه حكايه.
بنرحب بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان في فقره سر الاكله، واللي هنعرف فيها مع بعض هي اسرار الاكلات المختلفه. النهارده انا معاكم من مطعم ابو حسين السوري فرع الدقي شارع سليمان جوهر، مع بعض هنعرف ايه هي اسرار الاكلات السوريه. انا اسمي عبد الرزاق من سوريا، تمام، صاحب مطعم ابو حسين السوري اللي في الدقي سليمان جوهر وفي بفيصل بشارع العشرين الفرع الثاني. بس ايه هو السر مثلا الاكلات، وسر ان الناس دايما بتيجي هنا من كل مكان، اليمنيين والسوريين والسودانيين زي ما انا شفت هنا ومصريين، ايه سر الاكل؟ تمام، هو طبعا اهم السر هو يعني فضل رب العالمين، هو النجاح، التتبيله، سر التتبيله والخلطه، يعني النظافه والاهتمام بالزباين، التوابل بتاعتنا، يعني بالاول وبالاخر الاكل هو نفس. ايه هي خطتك المستقبليه هنا في مصر من ناحيه المطاعم والطموح كمان هنا في مصر؟ والله طبعا احنا بفضل من ربنا وبنسعى انه يكون دلوقتي الحمد لله في فرعين، واحد في الدقي وواحد بفيصل، وبنتمنى الثالث والرابع والخامس ان شاء الله. انا بتمنى لك حاجه زي كده، لان مكان زي ده المفروض يبقى فيه مش فرعين اتنين، فيه حوالي 200 فرع تقريبا. اول ما نقترح الفكره مثلا فكره ان احنا نفتح مطعم في مصر، كانت حضرتك ولا كانت رئيس عبد الرازق؟ انا وعبد الرازق فكرنا انه نفتح لنا شيء مشروع، فكرنا بمطعم لانه احنا مصلحتنا هنا في سوريا بالمطاعم. الفكره دي كانت من كام سنه؟ من 6 سنوات 7 سنوات. ايه مثلا سر ان انا ابقى جاي من مكان بعيد عشان اكل في مطعم ابو حسين السوري جاي له بالاسم؟ احنا عندنا نكهه خاصه، توابلنا خاصه فينا، يعني ما هي موجوده بمطعم ثاني. النظافه قبل كل شيء والضمير قبل كل شيء، بس نحن توابلنا يعني خاصه فينا، ونحن احنا بنصنعها بايدنا، بنركبها تركيب بايدنا، ما بنشتري توابل من السوق. يعني اصول الشاورما برضو في سوريا قبل ما تكونوا في مصر، وهنا في مصر برضو تاريخ. فانا بشكر حضرتك جدا. فاطمه من سوريا، من حلب، عمري 15 سنه. ايه اكتر اكله بتحبي تاكليها هنا من مطعم بابا؟ الشاورما اكتر حاجه. طبعا المصريين كلهم برضو الشاورما، بس هنا يعني بابا عنده فراخ مشويه، مشويات بقى وشاورما وكريبات. معانا الاستاذه رغد. اوكي، ايه اكتر حاجه هنا بتحبيها في مطعم بابا؟ الشاورما. الشاورما، الشاورما بس. تعديش كده مع بابا تقول يا بابا احنا بعد كام سنه هيبقى لنا مثلا كام فرع بره هنا وهناك وفي كل مكان، مش بس في مصر او في القاهره نفسها، لا في محافظات اكتر بكتير، بس مكان الجيزه مثلا في كل محافظه لنا فرع. ثلاثة. اسمي حسين من سوريا، تمام، عمري 11 سنة وبحب الشاورما، تمام، وجميع الأكل. أنا بتشكركم وبتشكر البرنامج، والحمد لله أخواتنا المصريين في مصر يد واحدة وإن شاء الله جسد واحد، وبإذن الله هنكون إن شاء الله بدل فرعين 3 و4 و5 إن شاء الله. إن شاء الله رب، وأنا بتمنى لكم حاجة زي كده، وأنا بشكركم جدا. مطعم أبو حسين الأكل حكاية. ورجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدينا الكرام في كل مكان في فقرة مهمة جدا، وهي فقرة عن نهائي أفريقيا بين الأهلي والزمالك. يعني ما فيش حديث يعلو فوق هذه المباراة، ما في الشارع الرياضي كله بيتكلم عن الماتش، كله بيتكلم ايه اللي هيحصل فيه، كله بيتكلم المباراة هتمشي ازاي، هتكون يوم 27 ان شاء الله اللي هو يوم الجمعة اللي جاي ان شاء الله. عشان كده هيكون ضيف العزيز في هذه الفقرة واللي منورني في هذه الفقرة الاستاذ عماد عوض المحلل للرياضه، عشان يكلمنا اكتر عن هذه المباراة. اهلا بيك يا فندم. اهلا استاذ محمد، بحضرتك نورتنا في برنامج عاش الشباب. ربنا يا فندم دعمكم، اتشرف ان انا موجود معاكم. بنجدد التحيه بحضرتك، وعايزين نبدا مع حضرتك. اول سؤال، حضرتك شايف ازاي تاريخ مواجهات الاهلي والزمالك خلال القرن اللي فات، وهل ده هيختلف عن مواجهته السنه دي ولا لا، باعتباره اول لقاء بين الاهلي والزمالك في نهائي افريقيا؟ المواجهات بين الاهلي والزمالك طول عمرها تاريخيه طبعا. مهما كانت المباراه حتى لو وديه، دايما نتيجه المباراه بتاثر في الشارع المصري بالضبط. لكن في مباريات ما بتتكررش كتير بالضبط. يعني انا النهارده لو هتكلم على مباراه في الدوري فده وارد، بيتكرر كل سنه، بيتكرر في السنه مرتين، ممكن قبله في الدوري، ممكن قبله في الكاس، ممكن قبله في السوبر المصري، ما عنديش فيها نهائي الكاس في الكاس في السوبر المصري. لكن النهارده لما اتكلم على نهائي دوري الابطال فانت بتتكلم في حدث تاريخي ممكن اجيالنا ما تشوفوش تاني، ممكن ما يتكررش تاني في الوقت بالضبط. انت النهارده بتتكلم على اول نهائي بين فريقين من دوله واحده في دوري الابطال، حدث يحدث لاول مره يا كابتن، ويمكن ده حدث يحسب للكره المصريه اكيد طبعا. عوده الدوري ما يحصلش تاني يعني، الله اعلم بقى. عوده الدوري كان ليها سبب
في وصول الفريقين بالضبط. للنهائي، لان عندنا بيراميدز كمان وصل لنهائي الكونفدراليه، فعوده الدوري بالضبط. كان سبب ان اللعيبه وصلت لمستوى فني قدر يخليهم يوصلوا للمرحله دي. بالظبط بالظبط. خليني يا كابتن، لو انا خدت بقى اسباب ابتعاد الاهلي والزمالك عن بطوله افريقيا في الفتره الاخيره، ان احنا عارفين ان الاهلي بقى له 7 سنين ما خدش بطوله افريقيا وكان بينافس، ونفس الوضع للزمالك، عايزين نشوف اسباب بقى لابتعاد الفريقين الاهلي والزمالك وهم عمالقه في القاره الافريقيه. المباريات الافريقيه بتختلف كتير قوي عن الدوري. بالضبط. المباريات الافريقيه دايما يا اما ب 90 دقيقه زي النهائي مثلا اللي هيحصل اللي جاي ده، يا اما طول عمرها بتبقى 90 و90 ذهب وعوده. بالضبط. فالمباريات دي على قد ما بتحتاج مجهود بدني طول المباراه، بس بتحتاج خبرات تقدر تخلص المباريات دي. النادي الاهلي غايب عن البطوله من 2013. بالزبط. صعد النهائي مرتين 2016 و2017. بالزبط. البطوله اتخطفت في لحظات بسيطه، يعني مش لحظات ان انت مثلا طول الماتش بعيد. كلنا نتذكر ماتش الترجي، ماتش الترجي انت المباراه فضلت ماشيه 0-0 لحد نهايه الشوط الاول، كان الشوط الاول 42 دقيقه بالظبط. يعني هو الجون ده اللي فرق يا كابتن. دي خبرات. بالظبط. دي خبرات الاهلي افتقدها من بعد اعتزال جيل ابو تريكا وبركات وائل جمعه. بدا عمالي بيبني، بس كل ما بتبني في برضو اماكن فيها مشكله، فانت لحد دلوقتي مش عارف وبالذات يا كابتن برضو عايز اقول المكان اللي حضرتك بتقوله اللي هو خط الدفاع. خط الدفاع طول عمره في النادي الاهلي لازم يبقى في خبرات. يعني احنا لو بصينا على الجيل اللي بدا من اول 2001 لحد 2008 وكان متسيد افريقيا تماما. بالضبط. الجيل ده كنت بتتكلم على وائل جمعه، احسن مدافع افريقي في 3 دورات في دوري عماد النحاس متتالي. بالضبط. عندنا عماد النحاس، كان عندنا شادي محمد، كان موجود احمد السيد، كان وراهم عصام الحضري. بالضبط. فهي الفكره في بطوله افريقيا الخبرات بتبقى عنصر اساسي. بالزبط. انت ممكن يبقى عندك لعيبه مستواها البدني ومستواها المهاري عالي جدا، بس ما عندكش اللعيب اللي بيحط الثاني يعني التكه الاخيره دي في المباراه اللي هو يغير لك من مجرى المباراه. فده طبعا يوم ما انت بتوصل نهائي او بتوصل قبل نهائي، لو اللعيب ده مش موجود معاك وموجود في كذا مركز، يعني انت ما بتبقاش محتاج لعيب واحد بس في الفرقه، انت محتاج كذا مركز عشان يقدروا يشيلوا الفرقه. عايز ده في حراسه المرمى، عايز ده في خط الدفاع، عايز ده في خط النص، عايز ده في الهجوم، لازم يبقى متواجد. طب ننتقل من النقطه دي بقى لنقطه تانية، حضرتك شايف مين اللعيبه اللي ممكن يجيبوا اجوان سواء في الاهلي او في الزمالك؟ الفريقين طبعا فيهم عناصر قوه كتير طبعاً. وفيهم عناصر ضعف. المباراه هيبقى فيها توفيق، لازم التوفيق صاحب الفريق اللي هيكسب، لان كل عنصر من العناصر بيقابله نفس العنصر. مش هنقول ان هي 50-50، بس التفوق مش اللي هو التفوق ان انا هقدر اقول ان اللعيب ده في المركز ده اللعيب اللي قصاده بعيد عنه، لا خالص. يعني حتى لو بداناها من ورا من اول محمد الشناوي ليه محمد ابو جبل، محمد الشناوي اعلى سنه، بس في نفس الوقت ابو جبل مش اللي هو الحارس اللي احنا هنقول ان اللي هيخلي الزمالك يخسر المباراه، لا خالص. لا ما شاء الله عليه قوي حارس ممتاز. فالفارق بينه وبين الشناوي مش هو ده اللي ممكن يخلي المباراه تميل كفه الاهلي، لا خالص. لكن الزمالك عنده عنصر قوي، الرباعي الامامي عند الزمالك متفوق نسبيا على الرباعي الامامي عند الاهلي. بالظبط. فدي ممكن تبقى مصدر قوه لنادي الزمالك، ويتوقف على حالتهم الفنيه والبدنيه والنفسيه. هو ده بقى اللي خلينا اسالك بقى الضغوط النفسيه بقى الواقعه على الفريقين بقى. الضغوط النفسيه في مباريات ال 90 دقيقه في الفتره الاخيره الزمالك متفوق فيها، وده يعني كلنا خدنا بالنا في وجود كارتيرون. بالظبط. الزمالك قدر يخلص السوبر المصري من الاهلي، حتى لو وصل بيه لركلات ترجيح، بس هو عنده مباريات ال 90 دقيقه بيقدر يخرج منها باللي هو عايزه. هو ممكن على مدار موسم ما يقدرش يحصل نقط كتير، لكن هو بيلعب 90 دقيقة بينزل يقفل ال 90 دقيقة زي ما هو عاوز، فبيوصل للي هو عاوزه. عملها مع السوبر المصري مع الأهلي، عملها مع السوبر الأفريقي مع الترجي، قدر يعدي الترجي في دوري أبطال أفريقيا، نفس الوضع الرجاء في دوري أبطال أفريقيا. هو بيعرف يلعب المباريات دي مع كارتيرون. هل باتشيكو هيقدر يكمل المسيرة دي؟ ده اللي هنشوفه في الماتش اللي جاي، لأن ماتش الرجاء ما كانش حكم عليه، لان الرجاء في المغرب عمل مباراه كويسه جدا، بس طبعا كان في سوء توفيق. نفس الوضع في القاهره، الرجاء برضو كان كويس في الشوط الاولاني بس كان في سوء توفيق، فالحكم النهائي على باتشيكو في مباريات في مباراه الجمعه اللي جايه. اما بالنسبه للاهلي، رحيل فايلر جه في الوقت المناسب. فايلر وصل لمرحله مع النادي الاهلي ان هو حصل عنده حاله تشبع كروي بعد فتره الكورونا، فكان بينزل اللعيبه بتنزل الملعب هو خلاص ما عندوش فكره، تحس ان هو كان واقف على الخط، اللعيبه ما عندهاش قائد بره بيوجههم. بالزبط. كل لعيب بيتصرف من دماغه. فجت فتره رحيله وتم احضار المدير الفني موسيماني في اختيار جيد. انا حتى يمكن اتكلمت على الموضوع ده. أيوة. وقلت ان ده افضل قرار خده مجلس اداره النادي الاهلي، حضور موسيماني، وده ملوش علاقه بنتيجه مباراه الجمعه سواء فاز او سواء خسر. طب خلينا بقى ننتقل من اللعيبه والحراس المرمى، وعايزين بقى ننتقل للتحكيم. حضرتك شايف ان الفار ليه اثر كبير على ان التحكيم يبقى اسهل يشوفوا
اللقطات كذا مره بحيث ضربات الجزاء اللي ما كانتش بتتحسب دلوقتي بقت بتتحسب. هي الفكره مشكله استخدام الفار، يعني حتى حصل تعليق عليها في الاتحاد الانجليزي في المباريات بتاعتهم، احنا المفروض نستخدم الفار في الحالات اللي هي فيها مشكله اللي الحكم ما شافهاش، لكن انا وجهه نظري ما ينفعش اوقف الفار عشان اتكلم على سنتي او نص سنتي، يعني ده بيحصل في كل دول العالم دلوقتي مع ان ده مش صح، انا كده بقتل متعه الكره تماما، انا المفروض بستخدم الفار في ان مثلا هدف اتسجل وكان اللاعب متسلل قوي باين خلاص ان هو متسلل، فانا ساعتها برجع للفار عشان ارجع في قراري، لكن انا النهارده المفروض ان رايه التسلل دي المفروض ان هي عقوبه على المهاجم ان هو ما قدرش يتصرف صح فسبق المدافع فبالتالي هو وقع في مرحله التسلل، لكن النهارده اللعيب اللي يقدر يوزن نفسه مع المدافع ويبقى بينهم سنتي او نص سنتي لا انت كده مش بتعاقبه، انت كده حرام عليك اصلا ان انت عملت ده. تطبيق الفار بالطريقه دي قاتل للمتعه، يعني انا شايف نرجع للحالات المهمه بالحالات المهمه طبعا بيقتل متعه المباراه، انا ما ينفعش اوقف الفار واقعد اقيس بالسنتي بالضبط. مش كوره. خليني بقى اخد من حضرتك سؤال مهم جدا، هو تاثير المباراه بقى على كلا الفريقين وبالذات الشارع الرياضي المصري بعد كل مباراه بالذات بين الاهلي والزمالك، لان احنا طبعا بنشوف ردود افعال غير طبيعيه في الشارع الرياضي بالذات لما يكون ماتش قمه بين الاهلي والزمالك. نتيجه المباراه هتبقى صعبه على اي جمهور بالضبط، مفيش جمهور هيتقبلها بسهوله، لكن انا في نقطه عايز اتكلم فيها، المباراه هتعدي بحلوها وبمرها طبعا، هي 90 دقيقه او 120 دقيقه وهتمتد الركلات الترجيح وهتخلص، في جمهور هيبات فرحان وفي جمهور هيبات زعلان، اللي هيفرح هيفرح قوي واللي هيزعل هيزعل قوي، بس يا ريت اللي يفرح يفرح مع نفسه بدون تجريح في الاخر بكل روح رياضيه طبعا، بس عشان ما نخشش حصل على الفيسبوك السوشيال ميديا والكلام بقى وكل المصطلحات اللي لها تاثير جامد قوي، اللي احنا مصطلحات ملهاش معنى، انت بالزبط. ممكن النهارده تلاقي في كل بيت واحد اهلاوي وواحد زملكاوي، ممكن بعد الماتش يتخانقوا، فكل ده وارد، لكن احنا النهارده عايزين نبص للمباراه بمنظورها، بطوله مهمه جدا مش هتتكرر، مش هتتكرر، بس في نفس الوقت لازم نخليها في نطاق ال 90 دقيقه ونتعامل معاها بالروح الرياضيه زي ما بيحصل في اي دوله في العالم. وكمان نشوف بالضبط. ان الكاس في الاخر مش لازم يروح للاهلي او لازم يروح للزمالك، الكاس في الاخر يعني هيروح لمصر، فده شرف لمصر، وهي مصر هي الدوله الفائزه، ده حدث تاريخي غايب عن مصر بقاله 7 سنين بالضبط. ومهم جدا ان الحمد لله النادي الاهلي والزمالك وصلوا للنهائي عشان البطوله ترجع لنا، لان مصر دايما في رياده في ريادة أفريقيا في الكورة، إحنا دايما مسيطرين على الوضع في أفريقيا، ما ينفعش نبعد سواء في كأس الأمم الأفريقية أو سواء في دوري أبطال أفريقيا، ما ينفعش نبعد المسافة دي، ما ينفعش الأهلي والزمالك يوصلوا 3 نهائيات متتالية بالضبط. يعني الزمالك وصل نهائي أمام صن داونز والأهلي وصل أمام الوداد والأهلي وصل تاني أمام الترجي ونخسر الـ3 نهائيات صعبة جدا، إحنا كده عندنا مشكلة صعبة جدا، ما ينفعش، كان لازم البطولة ترجع لنا بالضبط. كان لازم البطولة ترجع لنا بالضبط. خليني بقى لو دخلت بقى بحته المدربين موسيمين وباتشيكو وتاثيرهم الفني على كل من الاهلي والزمالك. بالنسبه لباتشيكو هنبدا طبعا بالزمالك، باتشيكو لعيبه الزمالك بتتصرف بمهارتها الفرديه، هو لحد دلوقتي تاثيره الفني غير موجود عليهم، لو بصينا على لعيبه الزمالك هي بتلعب بنفس الخطه اللي كان بتطبق بيها مع كارتيرون، بيلعب جون ديفنس كويس قوي، بيقفل مساحاته كويس قوي وبيلعب على المرتدة، عنده 4 لعيبة متميزين جدا قدام، سواء أشرف بن شرقي على الشمال أو أحمد سيد زيزو على اليمين بالضبط. وسواء حط في النص أوباما أو حط في الجاني ساسي وفي الأمام عنده مصطفى محمد في الكرات الهوائية ممتاز جدا، فعنده الرباعي الأمامي من أقل الفرص بيقدر يستغلها وبيقدر ينهي المباراة، وده اللي شفناه في مباراة 3-1 أمام الأهلي في الدوري، الأهلي كان مسيطر تماما على المباراة بس الزمالك قدر بالرباعي الأمامي ده إن هو ينهي المباراة تماما، رغم إن سيطرة الأهلي على المباراة كانت كاملة من أول دقيقة، رباعي خطير ليه تأثير قوي جدا في أي مباراة، فباتشيكو تأثيره لسه ما بانش بالظبط، سواء كسب البطولة أو خسرها لا نلوم عليه ولا نشكره، هي مش بتاعته بالضبط. هي فنيا بتاعه لعيبه الزمالك، حليفهم التوفيق هيكسبوا البطوله بتاعتهم هم، لكن باتشيكو تاثيره غير متواجد. بالنسبه لموسيماني اثر على لعيبه الاهلي كويس جدا، موسيماني عنده خبره افريقيه، دوري ابطال افريقيا بتتطلب الخبره، يعني كلنا نتذكر مانويل جوزيه اول ما جه الاهلي في اول سنه كسب دوري ابطال افريقيا بصعوبه بالغه طبعًا. كان مبدئيا الفرقه ما كانش فيها خبرات، هو نفسه خسر مباريات كبيره، احنا خسرنا الاهلي خسر من بيترو اتلتيكو هنا 4-2، فانت بتتكلم النهارده تخسر على ارضك 4-2 من فريق انجولي، انت بتتكلم ان الخبره مش موجوده عند الراجل ده، لكن الراجل بعد ما رحل ورجع تاني مستوى الخبره عنده اتغير. فكفايه بقى بما ان احنا بنتكلم على المدربين عايزين نتكلم على اللعيبه الاجانب وبالذات اللي في الاهلي اللي هم متفوقين بالارقام على اللعيبه اللي موجوده في نادي الزمالك، تعقيب حضرتك على الخبر ده ايه؟ الاهلي حلفوا التوفيق في صفقه ديانج، يعني ديانج في بدايه الموسم كمان معانا على الهواء كابتن ايه بتتريد قدامنا على الشاشه علي معلول، ده يعني من ضمن الناس اللي
يعني ما شاء الله خط وسط ما شاء الله متعلقه وليها تاثير في كل المباريات. فتعقيب علي معلول من سوء حظ الاهلي انه غاب عن اخر نهائيين. بالظبط بالظبط. ودايما لحد دلوقتي الاهلي ما وفرش بديل. مش هنقول بنفس الكفاءه لان نفس كفاءه علي معلول مش موجود طبعا، بس على الاقل لازم توفر لي بديل يبقى فيه 70 او 80% من كفاءته اقدر اشيل الجزئيه دي وهو مش موجود. بالزبط. الاهلي ما وفرش البديل ده. بالزبط. علي معلول هيبقى مؤثر جدا في مباريات القمه. هيبقى مؤثر جدا. على الناحيه الثانيه في نفس الوقت الباك الشمال في نادي الزمالك عبد الله جمعه هيبقى مؤثر. هيبقى مؤثر طبعا طبعا، لان عبد الله جمعه امامه اشرف بن شرقي. طالما اتكلمنا على اللعيبه الاجانب، اشرف بن شرقي بيلعب الحته دي كويس جدا مع عبد الله جمعه، وفي نفس الوقت علي معلول قدامه الباك اليمين في الزمالك يا اما هيبقى حازم امام، وحازم امام دايما مندفع هجوميا فبيبقى وراه ثغره، يا اما هيلعب قدامه احمد عيد. احمد عيد لسه شاب ما عندوش الخبرات اللي هتبقى موجوده للمباريات دي. فهل علي معلول وقدامه اجاي هيقدر يستغل الجزئيه دي في وجود حازم امام او في وجود احمد عيد؟ هتفرق نتيجه المباراه من الجبهه دي. والنقطه الثانيه، الجبهه الثانيه بتاعه الزمالك عبد الله جمعه مع اشرف بن شرقي في وجود محمد هاني، مين اللي هيقدر يستغل الجبهتين دول؟ ده اللي هيفرق قوي في نتيجه المباراه. اكيد تشكيله المباراه بتاعه كل لعيب بتفرق طبعا، مين هيحط جوان قدام باك شمال، اكيد كل ده بيفرق مع حضرتك. طب حضرتك بقى شايف التشكيله المفروض تبقى ازاي؟ بالنسبه للتشكيله كل مدرب هيلعب على اللي هو العناصر اللي هو بيقدر يكسب بيها. انا شايف ان الفريقين مش هيغيروا كتير في التشكيله. يعني في الاهلي، الاهلي هيبدا بمحمد الشناوي. بس طبعا قبل ما نتكلم على التشكيله، كورونا منتشره قوي الفتره دي بعد معسكر المنتخب الاخير وبعد مباراتي توجو، فربنا يستر والفريقين معظم اللعيبه جالها كورونا. يعني ربنا يستر الفريقين يوصلوا للقمه دي بنفس اللعيبه. بالظبط. لكن لو حصل طبعا اصابات الله اعلم التشكيله هيختلف، ممكن الخطه نفسها تختلف، لان النهارده محمد هاني في كلام هيلحق او مش هيلحق. طبعا محمد هاني لو موجود خلاص هيبدا هو باك يمين، ما عندوش مشكله خالص. في نفس الوقت هيبقى موجود ياسر ابراهيم، هيبقى موجود ايمن اشرف، هيبقى موجود علي معلول، مش هيغير في الرباعي. عدم وجود محمد هاني ممكن يخلي رامي ربيعه يبدا. خلينا اقول لحضرتك ان في خبر جالي من الكنترول دلوقتي حالا ان الجبليه بتقترح ان يبقى في حضور جماهير، وبيقترحوا الامر دوت. عايز تعقيب حضرتك على لما يكون في جمهور او في جمهور، هل ده هياثر على في الماتش وفي من ناحيه الجمهور، وهيبقى في مشاحنات والكلام ده كله اللي احنا بنشوفه؟ وجود الجمهور لو دخل للتشجيع بس هيبقى حافز للعيبه الاهلي اكتر، مع ان الجمهور لو دخل هيبقى جمهور اهلي وجمهور زمالك، بس دايما جمهور الاهلي بيبقى داعم للفرقه قوي. يعني جمهور الاهلي لو حضر المباراه كده كابتن هرجعلي الزملكاويه منك يا كابتن. لا لا بالعكس، انا قلت في الاول ان الزمالك متفوق بالرباعي الامامي طبعا. في حاله عدم حضور الجماهير كفه الزمالك نفسيا وبالرباعي الامامي ارجح شويه، لكن لو حضر جماهير الكفتين هيبقوا متساويين، لان جمهور الاهلي داعم قوي جدا للنادي الاهلي في المباريات المهمه اللي زي دي. فحضور الجماهير هيبقى مهم جدا للنادي الاهلي، والقرار ده لو تم بالزبط. هيبقى في صالح الاهلي اكتر من الزمالك. وده بالزبط. مش بس حضور الجماهير في الاستاد، وكمان حضور الجماهير في السوشيال ميديا ان هم يدعموهم اكتر، ما ينزلوش من حالتهم النفسيه. وكمان كورونا دلوقتي مأثره عليهم، ان معظم اللعيبه جالها كورونا، وده طبعا هيأثر في التشكيل وهيأثر على لعبهم. هم اكيد هيكونوا خايفين او قلقانين او عندهم توتر المرحله دي. احنا كل ده شفناه في مباراتي الامس، يعني كل الناس اتكلمت امبارح على مباريات الكاس، الاهلي لعب بالامس والزمالك لعب بالامس. بالزبط. كل الناس اتكلمت بعد المباريات ان مش ده اداء الاهلي، وناس بتتكلم تقول مش ده اداء الزمالك. يا جماعه لا خالص، هو الموضوع اللعيبه دماغها اساسا مش في الماتش، التفكير في ماتش افريقيا خالص. يا كابتن بالظبط، انا النهارده عندي حدث مهم، نهائي حلم، وبلعب حدث اقل اهميه. بالظبط. فبالتاكيد الاقل اهميه ده بالنسبه لي مش ممثل لي حاجه خالص. بعد كده هعمل ايه؟ مش دلوقتي ايه بعد كده اهم ليا من دلوقتي؟ فانا بفكر ان انا اخرج بالماتش ده باللي انا عايزه، بس اكسب، وفي نفس الوقت مش عايز اتصاب، مش عايز يحصل لي اي مشكله، عشان اوصل بالتيم بتاعي بال11 لعيبه الاساسيين بالنسبه لي، اوصل بيهم نهائي الحلم، لان هو ده نهائي حلم، نهائي قرن، اوصل بيه باللعيبه الاساسيه بتوعي اليوم الجمعه، الفرقه على الاقل تبقى القوام الاساسي بتاعها موجود، ما يحصلش عليهم اي تاثير. خليني يا كابتن اقول لك بقى تاثير او ترحيل الوقت اللي هو كان 6، كان المفروض ان هو 6/11، ترحيل الوقت من 6/27 ده اثر على الفرقتين بشكل اساسي. في وقت ما القرار اتاخد طبعا ما كانش حد يعرف يقرا المستقبل، ما حدش كان عارف ايه اللي موجود. ساعه ما القرار اتاخد كان الاهلي في جاهزيه بدنيه ونفسيه اكتر، لان في الوقت ده كان موسيماني بادئ مع الاهلي اديله بعض المباريات، وكان الفريق في اداء تصاعدي. انت النهارده حصل توقف، حصل بعض اللعيبه راحت التوقف الدولي مع منتخب مصر، فحصل اهتزاز في بعض الاداء لبعض اللعيبه مع بعض الاصابات. يعني النهارده محمد هاني بعد الاصابه اللي حصلت له بالتاكيد مش هيرجع بنفس القوه،
فالنهارده التجمع اللي حصل ده اثر على مين؟ انا شايف ان هو اضر بالاهلي اكتر من الزمالك طبعًا. لان الزمالك ما حصلش عنده اي مشاكل طبعًا. وده طبعا الحمد لله لان زي ما قلت النهائي في الاول وفي الاخر مصري، لكن طبعًا. الاهلي اتضر من التاجيل. الاهلي لو كان النهائي اتلعب في 6/11 كان بالنسبه له هو اجهز فنيا طبعًا. وبدنيا ونفسيا اكيد طبعا. خليني بقى اخد حاجه عشان احنا قررنا نخلص الفقره تمام. توقع المباراه، ودي انا يمكن الناس كتير قوي أيوة بتقول تقولها يقول لك يا عم انا زملكاوي ولا اهلاوي وكل الناس بتقول تقولها، فاحنا عايزين توقع بقى من حضرتك ويا ترى هيبقى كام كام ومين اللي ممكن يحط جوان. هي الامنيات احنا اتكلمنا فيها بره الحلقه. لكن بالنسبه للتوقعات المباراه صعبه، المهارات الفرديه اللي لعبت الزمالك اعلى في الرباعي الامامي اشرف بن شرقي المهارات الفرديه اعلى. الرباعي الامامي في النادي الاهلي للاسف مشكلتهم ان هم بيبقى حالتهم النفسيه متقلبه، يعني النهارده ممكن يبقى هو عالي قوي في المباراه اللي فاتت ويجي المباراه اللي جايه ده ما يبقاش عالي. فعندنا حسين الشحات، عندنا محمد مجدي قفشه، عندنا اجاي، الثلاثه على حسب الحاله النفسيه اللي هم هيبقوا فيها بالزبط. لو حالتهم النفسيه عاليه جدا هيفرقوا مع الاهلي واقدر اقول لك ان الاهلي يكسب، لكن لو حالتهم النفسيه لو واحد فيهم مش في حالته الجبهه اللي هو فيها هتتاثر قوي، والزمالك عنده الجبهات عاليين جدا بيلعبوا على الكور العرضيه مع مصطفى محمد، حتى لو ردت من مصطفى محمد لقلب منطقه الجزاء تاني في النادي الاهلي عندهم طارق حامد بيسدد كويس، عندهم فرجاني ساسي بيسدد كويس، فهي الموضوع هيبقى متوقف على الثلاثي الامامي للنادي الاهلي، الحاله النفسيه هتبقى عامله ايه في المباراه. لكن توقع نتيجه صعب وعارفين من الاجابه دي. خليني اشكر حضرتك جدا والله، الفقره عدت معانا بسرعه جدا، كنا نتمنى ان هي تبقى طويله اطول من كده، عشان كنا عايزين ناخد برضو من حضرتك النتيجه. عوض الله المحلل الرياضي، نورتنا يا فندم. ربنا يكرمك يا فندم، ده شرف لي. انا على المستوى الشخصي اتمناها اهلاويه لاني عاشق للكيان الاحمر بكل تاكيد. خلينا محايدين يعني اهم حاجه ان الكاس يوصل لمواصفات، نتمناها روح رياضيه، ونتمناها اللي يفوز نقول له الف مبروك، واللي يخسر نقول له هارد لك، لان في الاول وفي الاخر هي والجمهور كمان الامنيات بقى على جنب، بقى الامنيات نخليها على جنب، خلي الامنيات على جنب. تنويه بعد الفاصل، حوار مهم جدا وفقره مهمه جدا مع اخصائي الدكتور امراض العيون، مع زمايلي مع زمالتي رنيم وساره رنيم وساره، استنونا بعد الفاصل.